أيضاً هذه رسالة من أحد المستمعين ويقول إني عرضت مشكلتي هذه أكثر من مرة ولم يأتي لها رد. في الحقيقة نريد أن نقول لهذا المستمع إذا سمع الإجابة والسؤال الذي تفضل به أنه سيعرف الإجابة، لأنه طلب منا ألا نذيع الرسالة في الراديو وإنما نكتب له، لكن سنطرح إن شاء الله المشكلة على فضيلة الشيخ ويجيب عليها وهو إن شاء الله يسمع الإجابة. لأننا في الحقيقة نقول للأخ لا نريد أن نفتح باب المراسلات، ونظرا إلى أن البرنامج برنامج إذاعي، ولو دخلنا في باب المراسلات لا تهنى ولا راحة الفائدة من هذا البرنامج. ونرجو أن يسمع إن شاء الله الإجابة على مشكلته، وهي يقول: يا فضيلة الشيخ، في أحد الليالي عندما كنت أمارس الجماع مع زوجتي تسلط علي الشيطان وأخذت داعب زوجتي في غير المكان المخصص، وذلك في الثدي. يقول: وقد أنزلت في ذلك الموضع، ويقول أيضا: ضميري لم يرتاح وإنما يؤنبني، نرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك وإفادتي ما كفارة ذلك، أفيدوني أفادكم الله، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. الحمد لله الذي ينبغي للإنسان أن يستعمل كل شيء في موضعه، وقد قال الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. والحرث هو موضع البدر، وموضع البدر بالنسبة للمرأة هو الفرج، لأنه الذي يصل إلى مكان البدر وهو الرحم. فهذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يأتي زوجته فيه، ولكن مع ذلك لو أتاها في محل آخر غيره سوى الدبر، فإن ظاهر قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ظاهر هذا العموم يقتضي الجواز، وأنه يجوز أن يستمتع بزوجته فيما شاء ما عدا الدبر، فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته فيه. نعم، إذن ليس عليه شيء في هذا. هذا هو الذي يظهر من قوله تعالى: إلا على أزواجهم.